صباح الخير يا مولاتي. مش كيف الحال؟ تمام الحمد لله، ولا كيف؟ هذا يوم آخر من بعد رسول الله، صحيح؟ المشهد اللي انت وجدتي نفسك فيه على قيد الحياة، خلاص صحيتي من النوم لقيتي نفسك هنا. أيوة صحيتي من النوم، عفو وعافية معافاة، بتسمعي وبتشوفي وبتتحركي، ايش كمان بتحسي؟ واكلة شاربة مستورة، خلاص يبقى ايش؟ صح؟ زقزقة عصافير او حلويات، يبقى كيف؟ ايوه عملياتك العقلية دي بسم الله ما شاء الله حتوديكي لين فين؟ فين جابتك وفين ودتك وفين عملتك؟ ما يعني مالك فيه، صح؟ قيد الحياة عاقل، الحمد لله انت مسؤولة عنه. قيد الحياة كقلب انت مسؤولة عنه. قيد الحياة كأي حاجة كمخلوق يعني انت مسؤولة عنه. لا تمام، انت مسؤولة عن ايش؟ فين المسؤولية حقتك؟ ايوه تتبعي الحركة، في حركة صح؟ تتبعيها بقى، فين المسافة من هنا لهنا دي؟ بين السماء والأرض، صحيح؟ حسبي سمعته شايفته اللي بيحركك. تمام الحمد لله.